السلام عليكم لي مامون، اليوم نهضر لكم على الوجع او لا الفرق بين الزحمه وبين الوجع. الاغلبيه العيالات فاش كتجيو يولدوا فاش كتولي ليها واش بداتك الزحمه كتقول لك انا ما عارفه شنو هي الزحمه، انا المهم فيا الحريق وخاصكي. وسواء الولاده الاولى او الولاده الثانيه، يعني فتره الولاده تكوني عارفه شنو هما المراحل ديال او لا الفرق بين الوجع والفرق بين الزحمه. فاش كنهضروا على الوجع كيكون الوجع حار، يعني كنحس بانه الحريق كيشدني في ظهري يا في كرشي. كاينه اللي كيجيها الوجع من ظهر الكرش، كاينه كل وحده وطريقه الوجع ديالها. هذا الوجع هذا مفارق جدا على الزحمه. هذا الوجع هذا كيشدني وكيرخيني، كيشدني وكيرخيني، وباش ما انا السويع كيدوزو باش ما داك الوجع كتزاد الحده ديالو وكنعرف انني قربت. واحد الوقت ما كيبقاش عندي الوجع، وانما كتجيني ما يسمى بالرغبه في الدفع اللي هي الزحمه. كنحس براسي بحال شي حاجه غادي تخرج من اللور ديالي، يعني من المخرج ديال اللور، يعني راس البيبي جاي صافي عمر، يعني الفم الوالده كله تحل والبيبي عمر بين العظام وخاصو يخرج. وبطبيعه الحال فاش كيخرج كنحس بالاحساس انه بحال غادي للطواليت، بحال غادي ندير خروجي. فهاد الفتره هادي كنقول القابله او لا كنقول الطبيبه او لا اي واحد كيولدني راه جاتني الزحمه، يعني باش تكون لا ساجفه مستعده انها تخرج البيبي. فاش كتكون في هاد الزحمه فكاينه الطريقه سهله، وخصك غير ما تلفيش وخصك تعرفي كيفاش تزحمي، يعني نحبس النفس ونهبط البيبي ديالي. غالبا فاش تكوني كتعرفي تزحمي راه ما غاديش تحتاجي لا الغرز وما غاديش تحتاجي للدفع. ولكن فاش تكون فيك هاد المرحله ديال الزحمه وكتغوتي او لا كتحبسي الجهد لوجهك، ما كاينين كل امراه وكي كتزحم، كاينه اللي كتخوي داك الوجع او لا داك الالم او لا ديك الزحمه غير بالغوات، كاينه اللي كتشد وتشد في الطبله وتشد وبدا تغوت وتعواج، وهذا هادو كلهم طرق غير صحيحه، وهادي تزيد غير تعذبك وهادي تزيد يدي عليك الغراز وهادي تزيد عليك شي تشريقه خايبه. الوغ فاش تجيني الزحمه اللي هي الاحساس انني شي حاجه تخرج ليا من اللور، فخصني ندير بحال كاينه بحال كنتعصب وانني في الطواليت. ماشي مشكل فاش ديري خروجك، فهذيك هي الولاده، ضروري كيكون المات البيبي، كيكون البول، كيكون الغائط، كيكون جميع، كيكون الدم، كيكونوا جميع السوائل اللي ممكن تفكري فيهم. هذه شي حوايج فيزيولوجيك وطبيعيه وما كاينش تحشمي منها. الزحمه الا عرفتي كي تزحمي مزيان راه غادي تولدي ولاده يسيره. الله يفكو حالكم بخير وعلى خير، دمتم سالمين، السلام عليكم.